مين افضل لاعب في النادي الاهلي النهارده؟ لا ما فيش حد يعني ما فيش حد، لان انا بقول لك كابتن وانت بتقول مين افضل لاعب في الاهلي وهو كسبان، هقول لك الفرقه. مين أسوأ لاعب في النادي الاهلي النهارده او افضل لاعب وهو خسران، هقول لك برده الفرقه، لان الاهلي ما يميزه في حاله المكسب الجماعيه. ما 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 يؤخذ عن النادي الاهلي في الـ في الـ في الـ في الاداء وهو خسران هي برده الجماعيه، هي برده يتحملها المدير الفني زي ما بنشيد بيه، هو بيكسب، عمل تغيير كويس، عمل تغيير اضاف للناحيه الهجوميه، لعيبه كانت في حالتها، هو كان ليه رؤيه في تغيير معين نزل قدر يكسبه، زي ما هنقول النهارده الراجل في بعض التغييرات او لعيبه مش في حالتها ما تخرجهاش من الملعب، برضو زي ما هنقول كده هنقول كده. كولر يتحمل هزيمه المباراه، هزيمه البطوله، اي هزيمه بيتحملها المدير الفني، يعني سواء او اي مكسب هو بنشيد بيه زي ما هنقول، اي هو اللي بيتحمل، هو اللي بيتحمل المسؤوليه في الاول وفي الاخر، لان هو اللي بيتحاسب. اللعيبه مش هتحاسب زي المدير الفني، صح، اللعيبه اللي هيحاسبها الجماهير، لكن الحساب للمدير الفني، انت جبت كام بطوله، حققت كام بطوله، هو ده الحساب. كده تاني بطوله السوبر الافريقي النادي الاهلي يخسره طبعا السنه اللي فاتت امام مولوديه الجزائر، صح، بس اتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه انا اسف، اتحاد العاصمه، ودي البطوله الثانيه. هنا كابتن برضو مجلس اداره النادي الاهلي مش هيحاسبه بالقطع، يعني مش هيحاسبه بالبطوله، بس هتعمل هذا الشيء في نهايه الموسم. بس تخسر بطوله من اي نادي تاني الدنيا ايه، تمام، تمشي تيجي عند مباراه زمالك ببطولتين، ما انا اقول لك اللعيبه هتتحط تحت ضغوط، صح، في الشارع قبل النادي، صح، يعني وانت ماشي في الشارع، يعني خد بالك الموضوع ده مش هيعدي مرور الكرام زي ما هم هيشوفوه يا كابتن، هيشوفوه في الشارع، الراجل وهو ماشي في الشارع هيشوف ردود افعال الناس هتبقى عامله ازاي، لان انت برضو عودت الناس يا كابتن، انت رفعت سقف طموح جماهير النادي الاهلي، انا ما ينفعش اخش بطوله بعيد عن نادي الزمالك، انا ما ينفعش اخش بطوله اخسرها، انا دايما بلعب على المكسب، دايما بلعب على الاول. وهنا كابتن مهم جدا ان الراجل ركز على السلبيات احسن اكتر من الايجابيات عشان الفتره اللي جايه. كابتن وائل، مستر كولر يتحمل هزيمه البطوله؟ لا، هو اللعيبه، بص مفيش حاجه اسمها مدير فني يتحمل الخساره بس ولما يجي يكسب تقول كولر واللعيبه والمجلس الاداري، لا الثلاثه برضه يخشوا، مستر كولر واللعيبه ومجلس الاداره، طب مفيش حاجه اسمها كده، اصل انت النهارده مش تيجي انا اكسب تقول لي ايه والله اللعيبه ومجلس الاداره والجهاز الفني، المكسب بيعوم على الكل، لا والخساره لازم تعوم على الكل، ازاي يعني؟ معاك. اقول لك على حاجه، لعيبه النادي الاهلي شيل المدرب وشيل كل حاجه ونزلهم لوحدهم ما يكسبوش، هيكسب خلاص، يبقى نقفل بقى خلاص الترديد، مفيش حاجه اسمها كده، نروح واحنا استنى بس وخد بالك بس، طب استنى هقول لك، بص لا ما هو اكيد مش هيبقى في مدرب يعني لعيبه كابتن، بس انا بتكلم على الروح بتاعت اللعيبه والامكانيات، يعني لا خليني انا كذاب، مش متفق معاك، خليني انا كذاب، هو بيتكلم على امكانيات النادي الاهلي وسط النادي الاهلي، خليني انا كذاب، انا دايما ما بتكلمش كده، بتكلم بدلائل، يعني ايه؟ هات لي حد في النادي الاهلي ما قالكش ان النادي الاهلي هو اللي بينجح المدرب مش المدرب هو اللي بينجح النادي الاهلي، انا بكلمك بدلاله بكلامكم كاهلاويه، صح، النادي الاهلي هو اللي بيرفع المدربين، دي حقيقة. اوكي، بيرفع اللعيب، اسمع بس، اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اصلا بامكانياتها بتاريخ النادي الاهلي لو نزلت اي مباراه تكسب من غير مدرب، ده كلامكم، لما جيت اقوله دلوقتي محدش قال كده، قال لك لا، إيه هو لا، ده في العموم يعني، انا على فكره خد بالك، بس انا عايز افهم كابتن وائل في الحته دي، وانا بكلمك انت، ده كلام عام، خد بالك، مش كابتن وائل، انا ما ينفعش، هو بيتكلم على الروح، النادي الاهلي انا بكلمك تنزل من غير مدرب تكسب، لا هو الناس بتتكلم يا كابتن، في حاجه اسمها سيطره على اوضه، الناس بتتكلم، خد بالك في الجزئيه دي، الناس بتتكلم في الجزئيه دي على ان وانا اللي بتكلم الروح الكيان بتاع النادي الاهلي، انا اتعودت ما برجعش في كلامي، ماشي، انا مش قصدي، انا بفهمك الجزئيه دي، ما انا ما بحب، انا بقول لك اللي بدو وانتوا عارفين، طيب ما انا بفهمك في الجزئيه دي، هو بيتكلم على الكيان وعلى الروح، زي يعني روح اللعيبه، انا بتكلم على كلام كنتوا، مش بتكلم على كلام انا يا جماعه، ايوه انا بفهمك اهو، افهمني، طيب ما انا بكلمك على ان الجزئيه اللي بيتكلموا فيها دي، على ان اللعيبه في ظل الظروف والصعوبات لو اللعيبه لعبت حتى لو المدرب سيء وعايزين يكسبوا هيكسبوا، هو بيتكلموا في الجزئيه دي، يشيلها اللعيب برضه اهو، طب ماشي، هو ما يتحمل، طب يبقى انا صح، امال ايه، طب ما انت قلت الكلام اللي انا قلته، ما اختلفناش،
لا ما هو ده اللي انا بتكلمه يا جماعه. انا ما بحبش انت كسبان صعبين انت كسبان بقى انت كسبان بقى لا انت عارف انا كسبان خاصه انت عارف نادي الزمالك نادي كبير والله على فكره خد بالك انا ما جبت سيره الزمالك دلوقتي لا انا بكلمك في العموم يعني انت مالك شد على ليه ما تقولوش كلام ايه ما تقولوش كلام يجنن وبعدين تقول انا بكلمك في العموم انت مالكش حل اقسم بالله